وأخيرا الخبر الذي ينتظره الجميع، بحيث أعلن جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في آخر دقيقة على أن جائحة الكوليب لقد انتهت. هناك فيديو متداول منذ البارحة لجو بايدن، كيف ما كتشوف معايا هنا. هذا الفيديو نخليك في التليجرام، والرابط ديال التليجرام نخليك في أول تعليق من أجل مصداقية الخبر. وهذا خبر صار بالنسبة للناس بطبيعة الحال، ما واخدين الأولى لا الثانية لا الثالثة، اللي صبروا هذه المدة ديال عامين بطبيعة الحال، وعانوا الأمرين في جميع دول العالم. من هذا المنبر هذا الخبر نزيدو على خبر ديال المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية الهرقوية، حيث قال وجع اللسان ديالو لعقلته دويت على هذا الفيديو، لقد جئنا إلى نهاية جائحة الكوليب. بغيت تعرف كلشي بالتفاصيل بقى معايا حتى الاخر بطبيعة الحال، فلهذا ما تنساوش اللايكات والبارتاجات على أوسع نطاق، ذلك فضلا وليس أمرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أيها المشاهدين الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى فيديو جديد موضوع جديد مع فيصل مدن بقناة فيصل بشر. خوتي المغاربة، نتمنى على أنكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. ندخل معكم في صلب الموضوع، خير الكلام ما قل ودل. هناك خبر صار ومفرح لخوتي المغاربة بطبيعة الحال، خوتي العرب، خوتي المسلمين بجميع دول العالم، ألا وهو في آخر دقيقة يعلن جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية على أن جائحة الكوليب لقد انتهت. جات على اللسان ديالو، وهذا الخبر والفيديو الحصري غادي يخليكم في التليجرام من أجل مصداقية الخبر، وكذلك الرابط ديال التليجرام خليك في أول تعليق باش تعرف الشدة والفتة. هناك فيديو طبيعة الحال، وهناك طبيعة الحال الخبر يمكن لك ترجمه باللغة العربية وتسمع عليه كلشي كيما شفتو معايا بداية الفيديو. هذا خبر صار بحد ذاته، هتقولي علاش خبر صار؟ هاد الخبر زيدو على خبر اللي جا على لسان هادي أسبوع اللي داز من رئيس منظمة الصحة العالمية الهرقوية، حيث قال أن نهاية جائحة الكوليب وشيكة. داكشي كله تبقى في الدين بطبيعة الحال، وأنا تنقولها من هاد المنبر هذا، الوقاية خير من ألف علاج، بحيث تنقول هنيئا ثم هنيئا لم الناس اللي صبرات وعانات الأمرين. الناس طبيعة الحال ما بغاش تكون في إيران تجارب بطبيعة الحال، وصبروا. كاين ناس فقدت العمل ديالها، كاين ناس فقدت الوظيفة ديالها، كاين ناس تخاصمات مع العائلة ديالها، كاين ناس فرقات مع الأحباب والصحاب ديالها بسبب هاد الدقداق ديال الكوليب، وانتم عارفين هادشي كامل. جينا وتفرقنا الى قسمين، قسم على اليمين وقسم على الشمال، حتى ولينا كنتشكوا في بعضياتنا، ولكن الحمد لله من بعد الشده كتجي الرخفه. خاص غير من يتحلى بالصبر ثم الصبر ومواجهة الأمر، ومواجهة يعني الفيراجات، ومواجهة هذه الأمور اللي هي صعيبة في هذا الوقت هذه، والقرارات الصعيبة بطبيعة الحال. فلهذا هذا خبر صار بغيت نتقاسم معكم في هذه القناة. حاجة واحدة بغيت نطلبها منكم، الله يجازيكم بخير، البارتاج على أوسع نطاق، ذلك فضلا وليس أمرا، واللايكات على أوسع نطاق باش يدخل هذا الفيديو جميع البيوت المغربية والعربية والمسلمة لجميع دول العالم، باش الناس بطبيعة الحال كل واحد يحضي راسه. حنا ما تنلوموش دوك الناس مساكن اللي كانوا في المقدمة، لا ما كنلومو حتى شي واحد، ولكن هادشي كتجي واحد الوقيته وكيوقف. هو الاستمرارية غتكون بطبيعة الحال، راه قالها هو، قال لكم على أن نهاية الجائحة سالت، ولكن المتظاهرات غيبانو بطبيعة الحال، غادي يكون، ولكن ما يكونش ديك الحدة اللي كانت من قبل.
فلهذا نتمنى الميساج ديال هذا الفيديو يكون واضح وباين. حقيقة حنا دابا ولينا كنشوفوا أمور أخرى، ألا وهي غلاء المعيشة، غلاء الأسعار، التضارب على الغاز، حلف الناتو مع أمريكا مع روسيا، كذلك تضارب المصالح، وكل نخبة أو حكومة كتضرب على مصلحتها، كل شيء كيضرب على العرام ديالو. هناك تقارير كذلك خرجات، وهادشي شفناه ولاحظناه وعيناه وتعايشنا معاه بطبيعة الحال. أنتم الإخوان الخبر هو هذا بطبيعة الحال، هو هذا الخبر، غادي نخليه لكم في التليجرام وتشوفوه وتقراوه بطبيعة الحال. نقرا لكم بعد الخبر. قال رئيس جو بايدن إنه يعني على قناة برنامج السين على أن الكوديب، جائحة الكوديب لقد انتهت، لقد انتهى الوباء، ما زلنا نواجه مشكلة مع الكوديب، ما زلنا نقوم بالكثير من العمل على ذلك. قال بايدن إنه لكن الوباء انتهى، جاء لسان ديالو، على أنه لا تزال الحكومة الأمريكية تصنف يعني حالة الكوديب حالة طوارئ صحية عامة، وتقول منظمة الصحية العالمية إنها لا تزال حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، لكن تعليقات الرئيس تأتي في أعقاب تعليقات أخرى تبعت على الأمل من قادة الصحة العالمية، بحيث أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في إيجاز صحفي الأسبوع الماضي أن العالم لم يكن أبدا في وضع أفضل لإنهاء الكوديب، جائحة الكوديب، حيث قال على أن كانت عدد الوفيات كثيرة، أنتم عارفين المسألة هذه صرفوها كيف ما بغيتم، ولكن إن انتهاء الوباء وشيك بطبيعة الحال. هنا تنقول والله العظيم إلا خبر جد مهم، وتقسمت مع خوتي المغاربة باش عرفوا الشدة والفدة، باش ما يجيش يكذب عليكم شي واحد ويقول لكم فوالا لا لا خصنا نديرو، لا 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 لا. كتشوف بنما، بنما قالت باي باي الكوديب، فاختار ما بقاش عندهم الإجراءات ديال القيود. الدنمارك قالت باي باي الكوديب، ما بقاش عندها إجراءات الكوديب. دابا ولينا كنشوفوا حالات أخرى، ألا وهو الدقداقي بالنسبة للناس اللي عندهم 11 سنة فما فوق. حتى إسبانيا خرجات الدقداقي ديال 11 سنة فما فوق، وهذا الفيديو نديرو في العشية إن شاء الله بإذن الله، كنت درته البارح وشرحته مزيان، ولكن تحيد بطبيعة الحال، ولكن أعطيوه بأدق التفاصيل إن شاء الله بإذن الله. فلهذا ما غاديش نطول عليكم بزاف، شكرا جزيلا على المتابعة، بارطاج ثم بارطاج، وهنيئا 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 لكم جميعا، لحقاش حقيقة مسألة الخريف والشتاء غدوس، وطبيعة الحال كل واحد يحضر راسه وكل واحد يحدي دراعو، طبيعة الحال الانسان ما خصوش يتصيد، هذه خلاصة القول، هذه خلاصة القول، واي واحد كيتمنى على انه يرجع للحياة العادية الطبيعية، ولكن انا ما قلتلكش ترجع للحياة العادية الطبيعية، الحياة العادية الطبيعية مازال ما رجعناش ليها، الحياة العادية الطبيعية خصك تعيشها انت وانتي، كلنا خصنا نعيشو الحياة الطبيعية وما نعمروش راسنا بالخزعبلات، هذه خلاصة القول، جزاكم الله عنا خيرا. فلهذا خوتي خواتاتي هنيئا للناس اللي ما خداوش، الناس الاحرار اللي واجهوا الامر، يعني واجهوه وجها لوجه وعانوا الامرين. وبالنسبه للناس اللي تقول بطبيعه الحال كل واحد عنده طرف ديالو، وبطبيعه الحال تيقول الكذب كدوس عليه مره واحده، ما كدوس عليه جوج مرات ولا ثلاث مرات. نتمنى الميساج يكون واضح، احبكم بالله، بارطاج لايك على اوسع نطاق، والمشاركه في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد على القناه الصغيره. من فضل الله سبحانه وتعالى، من بعد فضل الله سبحانه وتعالى، فضل ديالكم كذلك اللي شجعتونا باش اننا مستمرين كنجيبو لكم ديما الجديد من اجل التوعيه والتنوير وليس للتخويف. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا.